السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الخامسة اللي تتضمن رسم البيدستال بيرينج اللي هو شو نسميه ركيزة الاستناد الدوراني اللي هي نسميها يعني إذا شايفيها موجودة بالمبردة، لا تفتحوا المبردة تطلعون السربس تلقون من الجهتين أكو مساند اثنين، لكن الكونفيجريشن مالها شوي يختلف عن هذه بالتصميم، يعني بالضبط مو نفسها لكن نفس المبدأ. هي بصورة عامة تتكون من شنو؟ إذا نجي نشوف شكلها الـ 3D حتى تفهمون الشكل، بعدين نشوفكم التفاصيل مالتها. هي عبارة عن هاي القطعة، عبارة عن قاعدة، تمام؟ هذه قاعدة مثل ما تشوفون مصبوبة على ما تصب من الكاست ايرون. شنو بيها؟ بيها الحاضن اللي هو هذا اللي يقعد بداخله البيرنج، ومنها ثقوب اثنين مال بولت، بولتين موجودات، وهنا ثقوب اثنين اخرات لكن شكلها مو دائري مثل ما تشوفون، الشكل يكون باستطالة باتجاه هذا الاتجاه. الغاية من هذا التثبيت انه انا من اجي اضب اقدر احرك يمنه يسره شوية على المشنوة، هذا الشفت السنتر ماله يضبط ويا الجزء اللي اني مثبت عليه الشفت حتى يصير سنترنج، تمام؟ تلاحظون انه اكو هنا القطع اللي صاير هو مو عدل مثل هذا، تمام؟ بالمناسبة احنا هنا شعدنا هذا، اذا نشوف الرسم نشوف انه اكو R قيمتها 4، فش نسوي؟ فرصة ما طول فاتحين البرنامج نروح نسوي قيمة هاي الـ R، نروح على فلت كليك يمنى radius نكتب 4 وننطي انتر، نروح نحدد هذا الخط دبل انتر صار فلت، نروح على ذاك الخط صار فلت، اذا هذه الفلت مالها قيمتها 4. هذه من فوق بالعكس، هسه لو تشوفون يعني مو بالعكس بس المقطع الداخلي على المقطع الخارج يصير على شكل قوس، ماشي؟ واتصاله بهذا الجزء ايضا يصير على شكل قوس. القيمه مالته الار اللي نشوفه هنا ار 6، يعني هم شكله مقوس بهالشكل ومن ينزل على السطح ايضا ينزل بشكل مقوس، تمام؟ هذا فهمنا الجزء الداخلي. نجي عندنا قطعة خارجية، العفو العلوية اللي هي هذه أيضا مصبوبة ومشغلة ومثقوبة ثقبين حتى نخلي بيها البولت اللي يدخل يثبت هاي القطعة يربطها بالقطعة السفلية، وبيها أيضا مجرى بشكل اسطواني على مود يقعد بيه البيرنج. وهنا نسيت أسوي أنه أكو ثقب يصير من فوق للدهن اللي هو بالسنتر، يعني إذا نريد مثلا نرسمه ولو ياخذ من وقت المحاضرة نحول على 3D ونقول له سلندر الفاي مالته هاي الدائرة شقد، خلينا نقول توب فيو ونرسم هاي السلندر الفاي مالتها، خلينا نقول الار قيمته، شوف احنا بالرسم هنا ايش قد يقول فاي 6 يعني الار 3، تمام؟ نكتب 3 ونرسم اسطوانه بهالشكل، هاي الاسطوانه موقعها وين يصير؟ اذا ناخذها من السنتر نجي نخليها هنا ونزحفها باتجاه الواي للسنتر، وبعدين شو نقول؟ سبتراكت هذا الفوليوم من هاي الأسطوانة، صار عندي ثقب، هذا الثقب بي تشامفر القيمة مالته، نجي على هذا السطح القيمة مالته 3×3 ونحدد هذا القوس وهذا القوس ونثقبت بهالشكل، تمام؟ لو تشوفون هسه هاي بيها ثقب من الداخل نافذ هاي الجهة من جوه، هذا شنو الغاية منه؟ هنا شكله يكون مشطوف على مود الزيت ينزل جوه ويزيت البيرنج.
البيرنج هاي قطعتين، قطعة فوق وقطعة جوا. إذا نشوفهن وحدهن، المفروض أنا هنا هم أرسم ثقب وهم مشطوب من فوق على مود ينزل الزيت من فوق، ينزل من خلال البيرنج يروح على الشفت اللي يصنع عادة من الستيلس ستيل، حتى شي يصير الدوران حر ويطوف الشفت بالزيت اللي موجود هنا. وطبعا القطر مالي هذا القطر الداخلي ماله يكون 50 اللي هو الار 25، والشفت يكون اقل من هذا بشويه، حتى اثناء الدوران اكو بينات زيت، واثناء الدوران باستمراريه الدوران الشفت ما يطخ البيرنج هذا، يبقى طافي بالزيت. بعض الاحيان نوبات ما يخلون ثقب هنا، لا يجيبون هذا من نوع براس، بس نوع خاص نسميه البراس الاسفنجي، يعني براس بمسامات، سبيكه براس اللي هو الزنك نحاس بمسامات، فالدهن يتخلخل به وهذا ينغمر يعني اثناء تصنيعه، مره ما نكمل تصنيعه نغمره بهوت اويل يعني زيت حار وينترك فتره، فالزيت يتغلغل لي جوا، ويسموه هذا القطعه سيلف ليبريكيتنج، يعني عباره عن تزييت ذاتي، ما يحتاج نخلي الدهن، هو الزيت موجود بداخله، لكن احنا بالحاله هذه لا الزيت موجود. هسه يعني احنا نضيفه بصوره عامه مثل ما قلنا، كم قطعه هسه عندنا؟ واحد اثنين قطعتين، جزء علوي للبيرنج ثلاثة، جزء سفلي للبيرنج أربعة، إذا نسميه نقدر ذني خلينا نقول ثلاثة، وعندنا البراغي الاثنين اللي هي موجودة ذني، إذا مثل ما تشوفون هاي البراغي تمام، وعندنا النتات اللي هن ذني نتين للتثبيت ونتين فوق للقفل، يعني هذا النت الفوقاني حتى من نضبه على هذا النت الجو بعد ما يتحرك ما يصير بملعب، وعندنا واشرات اثنين اللي هو هذا وهذا ايضا، واشرات تثبت جو النت على هاي القطعة حتى توزع اللود مال هذا النت على هاي القطعة، غارض منها توزيع الجهد بشكل نظامي. هذا الشكل بصورة عامة. اذا نجي عليه من منظور مقطعي، سوينا به مقطع شكله يكون بهالشكل حتى تفهمون هاي البيرنج شكلها، اكو بها شفة خارجية اللي هي هذه، هذا السمك سبعة لكن هذا السمك اكثر، مين نعرفه؟ نجي هنا على الرسم شنشوف المسافات، انش عندي؟ عندي هاي المسافة، هاي الار ايش قد قلنا؟ 25، هاي الار 32، بقت هاي المسافة ايش قد عندي اني؟ تمام، هاي المسافة هذه اللي هي مقدارها ايش قد؟ هذه مقدارها 32 ناقص هاي 7، هاي المسافة ايش قد؟ هذه هاي المسافة اللي هي الار الاخرى ايش قد؟ اللي هي 38، فمقدارها 38 ناقص ايش قد؟ ناقص 25 تمام. هسه نجي نجي نكمل مثل ما قلنا، المقطع الجانبي يصير بهالشكل، له هاي الشفة الفوق، هاي الشفة شنو الفائدة منها الزيادة؟ حتى من يقعد هنا لا يتحرك بشكل محوري، يعني لا يروح لا يجي، يعني من تقعد هنا انحصرت، هاي تريد تدخل هاي الشفة مدخل يتعارض ويا هذا الجسم وهذا الجسم وذاك الاتجاه أيضا حتى هاي تثبت. هاي بيها ثقب مثل ما شفنا هنايا ثقب، هاي أيضا القيمة مالت الفاي لكن أقل 4 والخارجية 8، بينما هاي شقد كانت؟ الفاي كانت 6 والزاوية أيضا 90، يعني مشطوفة بنفس المسافة، خلينا نقول 3 × 3 منها، هاي شقد مشطوفة 2 × 2، فشقد تزيد المسافة؟ 4، 2 منها 2 منها صارت 8
تمام، هذا مسوين سكشن ناشن بين نص المقطع وهنا سكشن مقطع آخر. هذا النتوء اللي هو هذا النتوء المسافة مالته 7 اللي هي نفس هاي المسافة بشكل دائري ينزل جوه حتى وين يقعد؟ يقعد هنا، هنا يقعد، تمام، على مود التثبيت. يعني هذا الرسم بشكل بسيط. نجي الجزء الواشر، هذا الواشر عندنا السمك ماله 2، القطر مال الخارج الداخلي 16 على قد قطر البولت هذا اللي هو ام 16، والخارجي مالته اللي هو شقد 36، يعني نفتح الفرجال مرة على 8 ونرسم دائرة ومرة على 18 ونرسم دائرة، تمام، ولو احنا ما راح نحتاج نرسم المقطع الفوقاني، نرسم الجانبي اللي هو مستطيل اللي هو يصير 2 في 36، وهكذا. عندي النت الفوق هذا الموجود، هذا تتذكرون اول ما رسمنا النت شنو الخواص مالته من نقول ام 16، فالفايد الداخلي مالته شقد يصير 16، هذا من هالضلع لهالضلع شقد 5 في 2 اللي هو تتذكرون، والجهه الاخرى اللي تصير 1.735، لا احنا نقول 5 في 2 لان جاي اشوفها منها، يعني تخيل الدائره مالته بهالشكل واشوفها منها، والارتفاع ماله اعتقد بقد الدي تقريبا او 1.3 حسب ما اتذكر. المهم عندي البرغ التثبيت الاخر لا يكون اقل، يعني هاي المسافه تقريبا نصف الار، نصف الفاي الداخليه مالته، اوكي، هذا اللي يقعد فوق اللي هو بعد ما رسمنا صار بهالشكل هذا. كأبعاد هذا الأبعاد واضحة قدامكم، 25 25 206 256، ترسموا مستطيل ب64، ورا ما تكملوه ايش ترسمون به؟ هنا ترسمون هذه القطعة اللي هي شقد الفاي مالها أيضا 16، فترسم نص دائرة، نصف قطرها 8، نص دائرة منها، وأنا عندي 16 ناقص 22، فشقد تمشي؟ يعني ترسم نص دائرة وتمشي 6 ملم وتكمل نص دائرة أخرى. هنا نفس الحالة، هنا دائرة كاملة، هنا دائرة كاملة، الفاي مالها 16، يعني تفتح الفرجال على 8 ملم وترسمها. هذا شوية صعبة عندكم طبعا، أكو مساطر بالمناسبة موجودة يعني بالمكتبات، هاي المسطرة بيها دوائر يعني جاهزة اللي هي تصعب ترسمها بالفرجال، دائرة قطر 2 ملم 3 ملم 6 ملم، تقدرون تأخذ لكم مسطرة منها وترسمون بكل سهولة، بس تثبتون السناتر وترسموها. المهم عندنا هاي المسافة هي 72 اللي هي مسافة من هاي النقطة إلى هاي النقطة 72، مسقطها هذا الخارجية، الداخلية هذا خطين يكون أقل اعتمادا على هاي المسافة اللي هي من جبناها، نروح ندورها هاي السناتر مات القطعة الفوق، فأكيد هذه المسافة تتناظر ويا من؟ تتناظر ويا هاي المسافة لأن هي حاضنة، فشقد هذه أيضا 72 مثل ما تشوفون. لو تلاحظون هنا هاي الآر الداخلية شقد 32، فمعناها منا اللي هنا 64 ناقصا، إذا 72 ناقص 64 تقسيم 2 تطلع هاي المسافة اللي هي هاي المسافة الصغيرة، تمام، حتى تكون بشكل واضح لكم. فنجي 72 وينها اللي هي 36 نصف القطر ناقصا 32، فتبقى هاي المسافة 4، فنجي هنا نرسم من هالنقطة لهالنقطة 72 ننزل 25 نمشي 4 منها نمشي 4 منها، إذا هذا الخط عن هذا الخط جد 4 مليمتر. راح تقولون زين هاي شلون نطلع هذا الخط وهذا الخط المسافة؟ لازم شو نسوي؟ نرسم هذا المسقط العلوي نكمله، من نكمله شلون نرسم هذا القوس؟ من فرجال قطر 72 ملم ونرسم قوس تقاطع ويا هذا الخط وهذا الخط وهالحالة وهالحالة أيضا، بعدين نجيب التي سكوير نرفع من هذا الخط، راح يجوا ويا من؟ ويا هذا الخط هو نفسه هاي النقطة، نهاية هذا الخط من هاي النقطة نرسم خط آخر وهمي، بعدين نكمل هنا، هذا الارتفاع مثل ما تشوفون 80، هاي المسافة 20، إذا المسافة من هنا 60، وعندي هاي الآر 4 مثل ما شفتوها عدلت لكم إياها، وهاي الآر 6، وهاي آر أيضا 6، يعني ترسم هنا قوس ترسم قوس آخر، وأنت أكيد هاي المسافات راح تطلع لك منين من هذا الإسقاط،
وبكل بساطة نقدر هاي النقطة الداخلية من هالنقطة إلى هاي النقطة هي شقد؟ 72 في 2 اللي هي شقد؟ 144. عندي من هذا السنتر، هذا السنتر واضحة 104، أمشي منها 8 وربع، منها 8 وربع لأن هاي الفتحة 16.5، فأمشي 8 وربع ب8 وربع. إذا صعب عليكم ومشكلة أمشي 8 لأن ما أعتقد راح تدبروها ربع مليمتر بالمسطرة، وترسمون خط عدل. نجي هاي المسافة شقد؟ 29، وهذا ارتفاع 16. نرجع وين؟ هذا البولت، هاي 28، فش منطي؟ منطي تقريبا مليمتر واحد، يعني منا نص ومنا نص على مود الملعب اللي يصير عنده حتى تدخل البرغ يدخل بسهولة. عند ارتفاع هذا 12 لو تلاحظون، لكن هنا شقد؟ 16. إذا هذا يدخل للداخل بمقدار 4 مليمتر مثل ما نشوف هنا. يعني أنا من جيت رسمت الرسم بالأوتوكاد، شو رسمت الـ 3D، جيت بالبداية رسمت خليت هاي الصورة هنا وهاي الصورة هنا المجمع، فقعدت أنزل الأبعاد الموجودة هنا، ما أدري من جيت مسحة، أخذت القياس. المهم رسمت بهذا الشكل، رسمت المقطع الفوق ورسمت المقاطع الجانبية وسويت له تهشير وكملته، بعدين صار بهالشكل هذا مجمع. ورا ما تجمع ايش سويت؟ حولت الرسم الى 3D. شلون نحول الى 3D؟ ولو هذا يعني خارج موضوعكم بس حتى يصير عندكم اطلاع شوي وبلكي يصير عندكم واهس حتى تشتغلون. نجي هنا نخلي بهالمكان، خلينا نقول، ونروح على الفيو ونقول له SW isometric، هذا الرسم مالنا. نشيل هاي التأشيرات الزايدة. اي جسم انا اريد احوله الى 3D شو اسوي؟ اروح منها بريس بول وأثبت على النقطة وأسحبه لي فوق. إذا نجي نقول مثلا شيدد، شو أسوي بالبداية؟ ناخذ هذا من جديد كوبي، نوديه غير مكان، نشيل ذن التفاصيل كلها الداخلية حتى شو نصنع؟ نصنع القطعة الأساسية اللي عندنا اللي هي الصبة الرئيسية. ذن نشيلهم كلهم، هذا الخارج أيضا ينشال. اوكي نشيلها، شم ها هن بقى عندي شنو؟ هذه شلناها، امر واحد اللي هو اخليه اجي هنا بريس بول واحول. ايش قد المسافه؟ 64. خلص هاي سويت هسه، اني حولت رسم 2D الى 3D. فانا بهذا الرسم طبعا ال2D لأن يعني أخذ الأبعاد والرسم طول وياي، يعني طول وياي تقريبا، يعني 2D طولت تقريبا 3/4 الساعة هيك، أما من رسمته 3D ما طول عندي. أجي أغير المساقط عندي منها وانطي تدوير حتى أدوره باتجاهنا اللي إحنا نريده، تمام هالشكل. هسه شو تولد عندي؟ تولد عندي هذا اللي سولفت لكم عليه. اما نجي ذني البرغي، فاني ايش قد عندي بالرسم البرغي هنايا؟ ارتفاعه 126 زائدا 12، فارسم لي بالبدايه سلندر ارتفاعها قطرها 28 وارتفاعها 12. نجي بكل بساطه نرسم سلندر 28 يعني 14 الار، اكتب 14 والارتفاع 12 الرسمة القاعده. بعدين أروح أرسم من جديد، أروح على السنتر مالها، نرسم اسطوانة أخرى شقد؟ الفاي مالها 16 يعني الآر 8 أكتب وانطي انتر. ارتفاع مالها شقد؟ 126، تمام. بعدين أجي على هذه القطعة وهاي القطعة انطيهن دمج يعني جوين، أدمجهن وانطي انتر صارن قطعة واحدة. بعدين اجي على الرأس ماله، هذا شي يصير بشطف طبعا اللي قيمته شقد؟ هنا تقريبا مليم مليم، فننطيه فد 1.5. اجي اقول له هنايا تشنفر، أأشره، انطي انتر. المسافة شقد؟ 1.5 انتر، 1.5 انتر، أأشر الحافة انشطف. صار هسه هذا عندي برغي. هذا البرغ وين اجيبه؟ ينزل وين؟ ينزل حسب موقعه بالرسم.
نزل هنا. أما ارتفاعه فوين أروح؟ على الرسم، ويصعد باتجاه الزد بالارتفاع اللي أنا أريده وثبته، وبعدين أكمل الرسم. تمام. المهم ما أريد أنا هسه يعني نقلب المحاضرة إنه إحنا شلون نرسم 3D، لكن أعطيكم لمحة عن 3D اللي موجود بالأوتوكاد حتى شو يصير عندكم شوية تشجيع، بركي فد يعني بعد كم محاضرة أروح أخذكم مختبر الأوتوكاد، لأن أنا راغب بصراحة مو بس تتعلمون رسم يدوي، لا تتعلمون رسم بالحاسبة. يعني ما جتكم فرصة العامة على سف، يعني نشرت لكم تقريبا 10 محاضرات بوقتها، لكن كانت للاطلاع فقط بالأوتوكاد. من الممكن يعني تقدرون موجودة عندكم الرابط مالها، تروحون تشوفوها باليوتيوب تتعلمون مبادئ الأوتوكاد حتى من اجي اخذكم بالمرسم. وان شاء الله راح اخلي لكم الرابط مال القناة مالتي مالت الرسم الميكانيكي بالأوتوكاد، وتقدرون منك تطلعون عليه بوقت فراغكم حتى من اخذكم للمختبر، لا تجون تبدون من الصفر، يعني شوي يصير مستواكم ابدو ياكم بالرسم، يعني شلون هسه بديت ارسم، لان ذني عندكم كلهن اوامر موجوده، لازم شوي يصير عندكم اطلاع، وخصوصا على هاي المسطره، مسطره الدرو، مسطره الموديفاي، وبالنسبه لل 3D هاي مسطره السوليد اللي هي هاي كلها تتعلق بالسوليد، وهو اللي تشوفوا في شيء معقد، ترى هو شيء بسيط، اذا تاخذون الامور ببساطه تتعلمون بسهوله. المهم نرجع على الرسم مالنا، احنا هاي القطع قلنا تتجمع بهالشكل، هذه تجي هاي المقطع الفوقاني هاي هيك يصير، يعني يصير بها شطفة تقويس مثل تقويس هاي بالضبط، حتى من تقعد فوقها شي يصير بهذا الشكل. اذا اشوفها بال 3D قاعدة فوقها هذه ويا نفس التقويس، هذا نفس التقويس. تمام. ورسم بسيط هو، ما اعتقد بيه تعقيد. الامور اللي كان بيها شوية صعوبة عندكم وضحت لكم اياها، اللي هي كان شوي عندنا مشكلة بهاي المسافة شقد، وبعض الأمور الأخرى هنا هسه راح تقول لي هذا السنتر وين، أقول لك هذا السنتر هو هذا 206 ماخذه منه، ولذلك أنتو شو مطلوب منكم بالذات من ترسمون، إذا يرسم ترسمون تجزيئي، ولو ما أطلب منكم التجزيئي هسه، إذا ترسمون تجميعي من الممكن أنه شو تسوي؟ اكو قسم يقدر لازم يرسم هذا الجو ويكمله، يلا يرسم الفوق حتى ياخذ منه الخطوط يطلع بيها الامور اللي فوق، او انت عندك بقت هاي اللي راح تقول لي هاي المسافه ايش قد، وضحت لكم اياها انه هذا هو قوس يبدي منه اللي هو ار 72، فانت شو تسوي؟ تروح ترسم خط، هذا الخط ايش قد مسافته منه لهذا السنتر 72 اللي هي قيمه الار، ايش قد يزيد عنه؟ شو تسوي؟ تقدر بكل بساطة تبتعد منها، ترسم لك في الدائرة صغيرة خفيفة 72، وتجي شو تسوي؟ طبعا هو هذا 72 العفو، هذا الخارجي 72، يعني من هذا السنتر للخارجي 72، هاي المسافة ايش قد؟ شو تسوي؟ ترسم لك جوه فبمسافة 64، خط منها وخط منها 64 بالسنتر ماله هنا بال 32، ترسم دائرة خفيفة بس كون ويا من اسقاطها ويا هذا تجي حتى تطلع لك هاي المسافة بكل بساطة. تمام. واعتقد راح تصير سهلة، واذا نريد نجي نشوفها بالاوتوكاد ايش قد حتى نسهل عليكم الموضوع، ايش قد هاي المسافة نقيسها، انوتيت دايمنشن لينير، المسافة منا اللي هنا شقد هي 7.5 تقريبا، 7.5 مليمتر. تمام. خاف بالمرسم تقولوا لي ما نعرف شقد المسافة، لا هاي المسافة هذه منا اللي هنا 7.5 مليمتر، ارتفاع هذا شقد خاف تقولوا لي 60، من بين هاي 80 وهاي 20، هذا الار 4 الار 6 واضح عندكم، هاي الاعماق كلها موجودة، وإن شاء الله
يصير الرسم واضح عندكم. وشكرا جزيلا للأصغاء، مع السلامة.